إلى الشمال الشرقي لمدينة السلط تقع بلدة ترميمين المشهورة بالينابيع والبستين والشلالات، فجمالها الساحر يأسر الأنظار وهدوءها يعد ملاذا للباحثين عن سحر الطبيعة الممزوج بعبق التراث، يقصدها الزوار والسياح من كل مكان. نور ساد زارت ترميمين وأعدت التقرير التالي. على بعد 15 كيلومترا من مدينة السلط تقع قرية ترميمين التي تزينها الخضرة الدائمة والبساتين الخلابة، يضفيها صوت مياهها العذبة من شلالاتها وينابيعها الدائمة الجريان. وقد اختلفت الروايات في سبب تسمية ترميمين بهذا الاسم، إلا أن البعض يؤكد أنها آرامية ومعناها عائد إلى أشجار الرمان التي تشتهر بها بساتينها المثمرة ذات المذاق الجميل. نور ساد زارت البلدة والتقت بكاهن رعية اللاتين الأب فرح حجازين، الذي قدم شرحاً وافياً عن طبيعة المنطقة وكنائسها وأحوال السكان فيها، وقال: ترميمين تعتبر من أجمل قرى المنطقة بجمال عرضها، بجمال بساتينها وينابيع المي اللي فيها، وبالأخص بجمال أهلها الطيبين، وإن كان عددهم قليل للأسف بسبب الهجرة لخارج البلد سواء كان لأمريكا الشمالية أو الجنوبية، ولكن أهل البلد هم لهم مكانتهم ولهم وزنهم في البلد، فلأنه علاقتهم مع إخواننا المسلمين هي علاقة جيدة وطيبة جدا، بيشاركوا بعض بطريقة متبادلة في كل أفراحهم وأحزانهم، ودائما في علاقة طيبة بين الطرفين. رعية إرميمين سواء كان لاتير أو روم بتعد حوالي 70-80 شخص، والكنيسة طبعا هي تأسست، أول كنيسة تأسست للاتين سنة 1877، وكان أول خوري مقيم فيها أبونا نابون، وبعدها تأسست كنيسة الروم أرثوذكس اللي بتحمل اسم رقاد العذراء. وإرميمين هي لا تزال قرية حية بالرغم من قلة عدد سكانها، وفيها كل الاحتفالات الضرورية في الكنيسة بمشاركة الجميع. ويؤكد المواطنون في إرميمين أن بلدتهم كانت مزدهرة في القرن السابق، كما كانت مركزا تجاريا يلتقي فيها التجار القادمون من كل مكان. إرميمين أظن قرية قديمة، وعم سمعت أنه أصلها كلمة أرامية معناها القرية الكثيرة ينابيع، وكانت حلوة ينابيعها كثير، بس لسه مع الوقت مع المناخ خفت الهاية، كان بس ثينا حلوة، كان يأموها من جميع المناطق، شمة الهواء، أكل الخضرة، الزراعة، تجارة، كانت برضو قبل وجود مخيم البقعة كانت مركز تجاري كبير، من جميع القرى اللي حواليها كانوا يجوا، كان في تجار كبار يودوا لعمان، كان وهب تماري يجي ياخذ قمحه من الإرميمين ويطلع تركات على عمان. كما أشار حصو إلى أن إرميمين كانت مأهولة بأبنائها المسيحيين، إلا أن معظمهم هاجروا على دفعات منذ عام 1920، وهو يتمنى على أهلها المهاجرين وأبنائهم العودة إلى بلدتهم أو زيارتها بين وقت وآخر. صار عندنا في مرض مزمن غير ما له علاج للهجرة، ولسوء الحظ أنه معظم اللي بهاجروا بالعالم كله برجعوا لأراضيهم ولقراهم، إلا بعض من أهل إرميمين هاجروا وما رجعوش. الهجرة بلشت في تقريبا من 1920، هاجروا بعض الساعة، صاروا الله رحماتهم كلهم شباب على أمريكا الجنوبية، بعديها بكذا سنة بالخمسين بلشوا على أمريكا الشمالية. معظم أهل إرميمين هاجرت، ما ظل منها إلا الأعداد القليلة، الأملاك بعدها موجودة أو معظمها. تواصل أهل إرميمين بقريتهم مش بطالة، في إرميمين كنيستين، واحد للروم واحد للاتين. كنيسة اللاتين أظن تأسست 1885-87، قبل كذا سنة عملنا أهل اليوبيل الذهبي أو المئوي،
عدنا ترميمها لأنه كانت واقعة، نزلناها على الأرض وعادوا بنائها من نفس الحجارة، والحمد لله الأمور كويسة. ولكن في شغلة الهجرة أنه الأهل البلد الساعة جدا جدا قلال في بعض العائلات بس المسيحية هنا. وحيث أنها تتميز بجمال طبيعتها وفواكهها المتنوعة وينابيعها العذبة وشلالاتها الشهيرة، فقد كانت تحت ورميمين على طواحين للقمح ومعاصر حجرية للزيتون وخيرات كثيرة يستفيد منها الزوار والمارة. بلدة ورميمين بلد قديمة بعد السلط، هي الوحيدة بالقرى، كان بيها 6 طواحين على السيل، 6 طواحين. كانت السلط محيط بني حسن خرابشة، كنيسة التي عمرها سالم الوهبان قبل حوالي 120 سنة أو 130 سنة، شايف؟ بعدين سووا كنيسة الروم، كنيسة الروم الثانية سووها، عملوا للشباب للبلد مع المحيط كان يصلي بيها. 6000 نسمة ظلوا بهالبلد كلهم رحلوا أمريكا. قرية ترميمين مشهورة بالزراعة بشكل عام وفيها عدة أنواع فواكه، منها الرمان أكثر إشي تقريبا، وفي تين وفي حمضيات بشكل عام، ومشهورة كمان بالزيتون. واللي بيساعد انه الزراعه تكون نشطه وكويسه بهذا المكان بهاي القريه انه متوفر فيها ينابيع مياه وفيها الشلالات ترميمين، هالشيء اللي بيساعد اكثر انه يكون الانتاج الزراعي فيها جيد نوعا ما. واكثر ما تتميز به بلده ترميمين علاقه الالفه والموده والتآخي بين سكانها من مسلمين ومسيحيين، حيث كان اهلها وحتى اليوم يعيشون اسره واحده، يتبادلون الزيارات ويتشاركون سوية في المناسبات. صدق إن اتجوزت بنت عندهم نروح على سهرتهم نحضر سهرتهم، إن اتجوزت بنت عندنا بيحضروا كل ما من النسوة والبنات والأولاد بيحضروا وزلام يحضروا الحفل السهرة، صار عرس عندهم فاردة نمشي معاهم ومبتهم على السهرة على القاعات على الحفلات نمشي معاهم، نفس الشيء هم بيمشوا معانا. تصدق ما في فرق تفرق بيننا وبين قول مسلم ومسيحي إلا إخوان أهل صداقة ومحبة. يعني تجوز بنات بجرعد، جرعد هذيك إنه رحنا سهرنا عندهن عند العروس، الكبار باتن وإحنا صغار روحنا. ردت أختي اللي تجوزت أحكي عن نفسي، تجوزت برمين عندنا هون، أجل فزع لابسات عبي وفزع الكبار باتن عندنا والصغار روحنا على جرعد. أم جوزة صبيحي علان وين ما جاء كنا أخوان وكنا أهل وكنا أصحاب. صدقين امبارح اجتمعنا عندي هون صبايا بنات البلد هون، يعني من دون ما أخذ إحنا بقول بلاش أقول بنات مسيحيات، أخوان إن اجتمعنا مع بعضنا أحسن قعدة وأحسن.